ليه ولادنا على طول مغلبيننا؟ بابا وماما مش فاهميننا، حتى جيراننا على طول سامعيننا. يا بنتي ذاكري. يا ماما حاضر. يوه، هو مفيش سامعاك كلام؟ على طول زعيق زعيق. ولا علشان احنا صغار؟ صوت العرب من القاهرة. صغار وكبار. لا لا لا، كبار وصغار. صغار وكبار. لا، كبار. صغار وكبار. صغار. كبار وصغار. لا، وكبار. كبار وصغار. صغار وكبار. صغار وكبار. تكتبه بسمة صبح. يشارك بالتمثيل عبير فاروق ونشوى عادل. تصحبنا طوال شهر رمضان النجمة سيمون. هندسة إذاعية رحاب عكا. الإخراج سعدية حسين. ماما. نعم يا ريلات، عاوزة إيه؟ صحباتي خارجين مع بعض النهاردة وأنا عايزة أخرج معاهم. النهاردة إمتى يعني؟ أنتي مش عارفة الساعة بقت كام؟ إيه يا ماما، الساعة لسه 3 بعد الظهر وإحنا هنخرج الساعة 5 وهنتمشى مع بعض ساعة واحدة بس. لا، مفيش خروج. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ريناد؟ اهلا. اهلا يا حبيبي. هي يا ماما، قلت ايه بقى؟ قلت لا، ما ينفعش بنات يخرجوا لوحدهم متأخر كده. على فكرة يا ماما، انا خارج النهاردة مع اصحابي. ماشي يا حبيبي، هتنزل امتى علشان اديلك فلوس؟ يعني هنزل على الساعة 6 كده وهرجع على 10 ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، بس ما تتأخرش عن كده. حاضر. ايه ده بقى؟ اشمعنى هو هتخليه يخرج وكمان يرجع متأخر؟ وانا قلتلك هخرج ساعة واحدة بس ومرضيتيش. اخوكي ولد وما يتخافش عليه، لكن انتي واصحابك بنات ما ينفعش تخرجوا لوحدكم. والنبي يا ماما، انا من ساعة ما اخدت الاجازة وانا ما خرجتش واتخنقت من قعدة البيت. خلاص هسيبك تخرجي، بس تاخدي اخوكي معاكي. يا ماما اخد اخويا معايا ازاي بس؟ بقولك صحباتي بنات وهيبقوا محرجين وهو كمان مش هيبقى واخد راحته. هو مين قالك اصلا اني هخرج معاك انتي وصحباتك؟ شفتي بقى يا ماما، مش هينفع يجي معايا. خلاص يبقى مش هتخرجي، وتفضلي ادخلي اوضتك بقى. يوه، كل حاجه ما ينفعش ما ينفعش، انا زهقت بقى. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا اميره. انت هتنزل بدري كده قبل ما تفطر؟ مش هلحق، عندي مشوار لازم اخلصه قبل ما اروح الشغل. ماشي، بس ما تتاخرش على الغدا. حاضر. صباح الخير يا ماما. ازيك يا بابا؟ صباح الفل يا ريناد يا حبيبتي. سلام بقى عشان اتأخرت. ايه ده يا بابا، انت هتمشي قبل ما تدينا الفلوس اللي هنشتري بيها اللبس؟ انا سبت 2500 مع ماما، ابقي انزلي معاهم يا اميرة اشتري لهم اللبس اللي محتاجينه. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده، هو بابا نزل من غير ما يسيب لنا الفلوس اللي هنشتري بيها اللبس؟ بابا ساب الفلوس مع ماما. يلا بقى يا ست الكل، ايدك على نص الفلوس ودي نصهم لبدر، كل واحد يشيل فلوسه معايا. ومين قالك ان ليكي نص الفلوس؟ انتي ليكي 1000 بس والباقي لاخوكي. بس كده يبقى ظلم يا ماما، وانت كل حاجة مفضلينه فيها عليا، خروج وفلوس ورحلات، دي مش عيشة دي. طيب روحي افتحي الباب. خلي ابنك المميز بقى هو اللي يفتح، وانا هحبس نفسي في اوضتي ومش هكلم حد فيكم تاني. احبسي نفسك وشوفي مين هيعبرك. معلش يا بدري يا حبيبي، روح انت افتح الباب. حاضر. جدو، حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بدر، شيلي الحاجات دي دخلها جوه. لا انا هنده لريناد هي اللي تدخلها. وما تدخلهاش انت ليه بس يا بدر؟ عشان انا ولد يا جدو، وريناد هي البنت المفروض تدخل الحاجة. اخي ولد ايه وبنت ايه؟ بقولك شيلي الحاجة دي ودخلها. لازعل منك وانت عارف زعلي وحش يا بدر. يوه حاضر، امري لله. مين يا بدر اللي جه؟ الله، اهلا يا بابا الحاج، حمد لله على السلامه. اهلا يا اميره يا بنتي، امال فين محمد وريناد؟ ريناد جوه ومحمد لسه نازل شغله من شويه. ايه الحاجات دي كلها؟ انت بتعمل ايه يا بدر؟ مين قالك تشيل كده؟ ادخل انده لاختك تدخل الحاجات هي. حاضر يا ماما. شفت يا جدو، مش قلت لك ان دي شغله البنات؟ بنات ايه؟ والله ما حد شايل الحاجات دي ومدخلها غيرك. ايه الموضوع ده يا اميره؟ انتوا لسه مدلعين الولد ده على حساب البنت ولا ايه؟ ده ايه التمييز ده اللي انتوا عايشين فيه؟ ويا ريتها على قد شغل البيت بس يا جدو، ده كمان مميز في الخروجات والفسح والمصروف وكل حاجه، وانا بقيت كارهه نفسي بسببهم. ايه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ انا خلاص مش هقعد معاكم تاني، انا هروح اعيش مع جدو على طول.
عيب عيب يا رينات تعلي صوتك على ماما كده. ادخلي اوضتك كلينا كلام تاني. حاضر يا جدو. طيب بعد اذنكم انا ورايا خروج على السريع كده مع اصحابي وهرجع على طول. ماشي يا حبيبي. استنى هنا يا ولد تعال. ازاي تنزل وانا لسه جاي؟ مش من الذوق انك تقعد معايا شويه ولا ايه؟ والله امك وابوك مش بيعلموا الذوق غير للبنت وبس. ايه يا بابا الكلام ده بس؟ اسمعي يا اميره يا بنتي، التفرقه اللي انت عاملاها بين الولد والبنت دي انت وجوزك في تربيه الاولاد مش عجباني نهائي، وشكلي كده هطول معاكم شويه علشان اصلح الوضع الغلط ده. التفرقة بين الولد والبنت في التربية بيخلق إحساس بالظلم. بيخلق إحساس بالظلم عند البنت، وممكن كمان تكره نفسها كونها بنت، وده يقلل ثقتها بنفسها، ممكن تكره أخوها كمان. التفرقة دي بتخلق أنانية عند الولد، وهيزود غروره وهيخليه شخص اعتمادي أناني غير مسؤول. التفرقة بين الولد والبنت. صغار وكبار. صغار وكبار. تكتبه بسمة صبح. هندسة إذاعية رحاب عكا. الإخراج سعدية حسين.